يقول السائل: كنت مارا بالسيارة فصدمت نصرانيا فقتلته والخطأ مني، فماذا علي؟ عليك الدية والكفارة، عليك الدية والكفارة إذا كان هذا النصراني معاهدا أو مستأمنا في بلاد المسلمين أو في بلاده وبين المسلمين وبينهم عهد، فعليك الكفارة. قال تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، بينكم وبينهم ميثاق يعني الكفار. نعم.